لفتني بمقابلة سابقة لحضرتك بتقولي إنه في علاقة مميزة بين يعني كان أو في نوع من التطبيع كان بين حماس وإسرائيل. التطبيع الأمر الواقع. ليش؟ لأنه كانت طبعاً الأموال من قطر اللي رايحة لمساعدة الفلسطينيين في غزة كانت تروح لحماس، بس مين كانوا يوصلون إياه؟ الإسرائيلي. كانت تيجي عن طريق إسرائيل، يعني هذا واقع، يعني جوجلت، مش اختراع. فنتنياهو من الناس اللي كانوا يمكن يستفيدوا، وحتى يمكن يحط بجيبته شي عمولة على الطريق، شو عرفني أنا. بس كانت المعونات المادية يمكن بعدها ما بعرف اللي هي من قطر لا مساعدة أهل غزة، لا ما بعرف إذا في إثباتات قبل، يعني إنه جوجلت جوجلت ناو إنه في إثباتات اليوم إنه في طبعاً إنه حماس يعني كان الإسرائيلي يقدم الأموال اللي راحت من قطر تروح من خلال الإسرائيلي، لأنه تسمح لهم أنها توصل لغزة. هذا واحد. اثنين، القاسم المشترك الفلسطيني عم بيأكلوا عليهم المصار كيف أنه بدي يعطوا حماس اليوم يشتروا فيهم سلاح؟ لا لا لا، مساعدات رامز مادية، خليك معي، مساعدات المادية والإنسانية اللي كانت عم تقدمها قطر. مش عم أقول لك قطر كانت عم تبعت أسلحة لحماس، لا، إذا عم تبعتهم أموال بيشتروا فيهم بالدنيا هن. طيب خلص اوكي، لا بس هذه النقطة لأنه أنا ما بقى فهمت، ما عم بفهم وين أنت بدك تاخذني. لا ما بس لفتتني هذه النقطة، خليني أشرح لك كثير النقطة، إنه أنت عم بتقولي اليوم إنه أكيد بتستحق النقاش. طيب وهذا عم بناقشك فيه، بس عم بجاوبك، وأنا عم بعطيك الوقت، تفضل. عم بجاوبك إنه كان في أول شيء الفلسطينيين والإسرائيليين عايشين ببطن بعضهم، يعني هني علاقاتهم بكل أنواعهم، مش بس حماس ونظمة التحرير، ما كلهم. صار الفلسطيني يحكي عبري قد ما بيحكي عربي، ما أننا عايشين بنفس نحن برا، نحن يعني ممنوع علينا حتى نروح على إسرائيل. مع أنه بتذكر كان الله يرحمه فيصل الحسيني اللي كان من أهم الفلسطينيين من القدس وأهم المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، كان يعاتبنا نحن كعرب. كان كتبت حتى مقال اسمعوا صرخة فيصل الحسيني تعالوا إلى القدس لتنقذوها. كان يقول أنتوا يا عرب أنتوا بتجي بتزايدوا علينا من 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 بعيد، ما بترفضوا التعرض للإهانة اللي نحن بنمر فيها يوميا. إذا مشيتوا بشوارعنا وحكيتوا بلغتنا، إذا نمتوا بفنادقنا، إذا أكلتوا بمطاعمنا بتساعدونا. وهذا الإسرائيلي بدك يسمع، يعني اليوم أصلا اليوم بتضل دولة لا هيدا مرفوض عربيا أكيد. أوكي، فأنا سأقول لك أنا فيصل الحسيني كمان جوجل هم تتعرف من هو قد شوي رمز فلسطيني محترم عالمي من كل الفلسطينيين. ففي كانت وجهة نظر انه هن كمان الفلسطينيين ما حبوا طريقة دعمنا لهم او مقاطعتنا لهم، مقاطعتنا لاسرائيل، هن دفعوا ثمنها من وجهة نظر احدهم على الاقل. هلا العلاقة ما بين حماس وإسرائيل بدأت من بالبداية من أجل شق من يعني من أجل شق الصفوف الفلسطينية. يعني إسرائيل نسبها أن تضعف منظمة التحرير وساهمت في تسهيل وجود حماس تحديا لمنظمة التحرير. هذا واحد. اثنين، ما تنسى أنه في قاسم مشترك ما بين نتنياهو وإسرائيل، وهذا موضوع كتير بدي ركز عليه، حماس بين نتنياهو وإسرائيل ككل، لأنه وقع القناع، سقط القناع عن الإسرائيليين، من إسرائيليين من جهة وحماس من جهة تانية، اللي هو رفض حل الدولتين، لأنه إسرائيليين بيّنوا أنه كذابين، ما بدهم حل الدولتين، وحماس من الأول بتقول ما بدي حل الدولتين. فهيدا كان قاسم مشترك. حماس كحركة تحرر حقها تقول أنه إذا اليوم بس بآخر ورقة سياسية حماس يعني وافقت على اليوم حل الدولتين، أو ما قالت حل الدولتين، بس قالت أنه أنا بوافق على الحل اليوم، المبادرة العربية بحل يعني الدولتين حدود 67. يعني شوف تشوف موجود، لا آخر ورقة سياسية لحماس. عظيم عظيم. إذا هيدا التحول، لأنه رجعوا تراجعوا عنا، بس إذا هيدا صار بيكون تحول جدا مهم. ليش؟ لأنه نحن حقيقة لازمنا كده يعني ليكون عندنا موقف مشترك حول موضوع حوله إجماع دولي، اللي هو حل الدولتين. إسرائيل ما قبضتها جد، كذبوا، فكروا أوسلو نزهة،
قال لك يلا بحط بجيبتي وبقدم شوي شوي هالأراضي وبقدم الأراضي وخلص. اكتشف أنه فلسطين أخذها جد من هيك. السلطة الفلسطينية، قيام السلطة الفلسطينية كان مهم من أجل تحقيق هدف مهم، هو خلق إقامة، يعني مش خلق، إقامة الدولة الفلسطينية، الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا. هلأ بالمحافل الدولية فلسطين معترف بها.